السائل عين ميم يقول: أحب أن أعرف بصورة مبسطة وسهلة طريقة الغسل من الجنابة، حيث سمعت عن عدة طرق، فأرجو من فضيلتكم التوضيح، وهل الغسل تحت الدش يجزي أم لا؟ صفة الغسل من الجنابة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يغسل فرجه أولا وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات يرويه، ثم يفيض الماء على جسمه 3 مرات يعمم بذلك جسمه بحيث لا يبقى شيء من جسمه إلا وجرى عليه الماء. الواجب مرة واحدة والمستحب 3 مرات، سواء ذلك كان ذلك باستعمال الدش أو بغيره، المهم أنه يفيض الماء على رأسه وعلى جسمه ويعممه، إما بأن يقترف الماء ويصبه على جسمه، وإما بأن يفتح الدش ويكون تحته. نعم.